وقفكم انا هو داك المتشرد. انا تلقاو لي 14 واحد هما اللي فرضوا عليا نتشرد في الزنقه وشدوني وانا ما كنتش عاقل ومني كنت نعس وشموني هنايا وهم 14 واحد ما عرفتش كتبوا. انا ملي فقت لقيت هاد الوشام ولقيت راسي غادي في الساحل ولقيت راسي غادي كنغني وغادي كن والله الا حشم عليهم. شوف هما اللي داروا لي هادشي هانتا الوسامات وهادي. ملي فقت انا لقيت راسي واشم وشام محب ودوزام سينا واحد كاتب الرقم التليفون ديالو واحد كاتب احنوا الى خبز امي الرجاء بوشا تي في ما شكون اللي كتب هادي تا هو واحد كتب لي انا عمليه شي واحد مسكين ما عرفش كيفاش سامحيني الله يلا حشم عليهم انا كنت عندي مشاكل. كنت غير واحد الدريه وهي ما بغاتش وكنت باغي نطلع انا وياها في الكون كنت باغي نمشيو للمريخ كنت واحد ما فهمني وتعرفت على بنادم بزاف ولكن بغيت شي فعاليه وهادي ولكن ما كاينش اللي فهمني ما كاينش وهاد الدريه قالت لي لا. الامنيه ديالي الطلب ديالي هو ما بغيت ندير مسرح انا ما بغيتش نولي امام ولا شي فقيه ولا شي واحد كي يقرا القران ولا شي واحد كيعلم القران. لا داكشي ما فيهش الفلوس. انا باغي ندير شي حاجه اللي فيها الفلوس. السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، هذا معكم بوشا الساحر من باريس. اليوم غندوي لكم على واحد جوج قصات ديال واحد جوج دراري واحد جوج شباب اللي القصص اللي في المدار ديالهم مختلفين ولكن متشابين في الجوهر ديالهم. القصه الاولى هي ديال ماي ليغ اللي عنده 18 عام اللي ديال باريس، والقصه الثانيه هو ديال محمد زينون. القصه الاولى ديال ماي ليغ، هذا واحد الدري اللي عنده 18 عام اللي كان كيعيس في الزنقه مدة 5 شهور، كان في الشارع وكان ممكن يعيش في الزنقة وهادي، حتى جا واحد النهار اللي تلاقات مع واحد الدرية كانت ديجا سميتها كيم اللي شافتو وبقى فيها خات طلباتو خات مع واحد التصويرة وحطتها في تويتر ومهم دار فيه الإشارة وطلبت من الناس يعاونوه. اش داروا الناس بقى فيهم وهادي وداك الانونس اللي دارتها 70,000 واحد اللي دوزها يعني 70,000 تويت. ومن بعد الناس بزاف الناس بداو كيجيو عندو هادي وبداو كيتعاونوا معاه. كاين اللي كيعطيه الفلوس، كاين اللي كيعطيه الماكله، كاين اللي كيعرض عليه ناس عنده الدار وهادي وبقى فيهم وهادي. يعني دارت واحد البوم في الاماكن التواصل الاجتماعي والناس زعما تعرف وهادي ودازت التلفازه وهادي. اللي وقع من بعد هو انه واحد السيده جات عنده قالت لي يلا ناس عندي باش كنبقى فيها هنا فاش غتبان الحقيقه ديالو. جاء ملي داتو الدار هادي خرج قبل 10 ديال الليل ودا ليها البورتابل، دا ليها الايفون ديالها ودا ليها البسطام ديالها اللي فيه الفلوس وخلى ليها واحد هذاك ديال القرقوبي فين كان السيد هذا كان توكسيكومان. هاد السيد هذا كان كيضرب القرقوبي. ما دابا قدمت هذيك اللي خونا ليها الفلوس قدمت شكايه، جاو بقاو كبروا عليه وداو لقاو دابا راه غيصيفطوا للمحكمه باش يحكموا عليه. وما تنساوش هذا بزاف الناس ثاني اللي كانوا يعرفوه مع شافوه تشهر شويه بداو كيقولوا الحقيقه. يقول لك لقاو عنده هذاك راه 20 خطره كان خاون يعني كان عنده صوابع يعني هذا شفار. اللي بغيت نتطرق من هاد القصه ديال مايليغ على ما كيبان هاد السيد هذا حيت كان زوين كان شويه زوين في الشكل ديالو كان باقي صغير داكشي علاش الناس مشاو عنده. وكان شي واحد شارف ولا كان شي واحد عربي ولا كحل ما يجيوش عنده. وزائدا هانتوما كتشوفوا كما كتشوفوا راه كاينين بزاف الناس اللي ناعسين في الزنقه. علاش الناس يعني المظهر هنا الا كنتي زوين وهادي يقدروا يعاونوك، اما الا كنتي خايب ولا شارف ولا هادي ما كاينش اللي يديها فيك. شوف هذه هي العبره اللي بغيت نقول لكم بها. دابا غادي نرجعوا للقصه ديال محمد زينون. المهم هذا كيشبه شويه ديك القصه ديال خديجه ديك مولات الوشام كتبان لانه كلشي شويه مبنيه على التمثيل شويه. هذا السيد هذا كيمثل بزاف بان لي. اول مره الاولى كان كيطلب غير الجنه كما لاحظتوا كان واحد التطور في الامنيات ديالو
الفيديو الاولى والفيديو الثاني والفيديو الثالث ما مشي نفس الطلب ما مشي نفس باش تعرفوا شويه ما كاين شي حاجه ما مشي طبيعيه. عاوتاني مره اخرى كيجي كيطلب الملك كيطلب باش يعاونو والمره الثالثه جا بدا كيطلب قال لهم انا بغيت ندير المسرح. الله اكبر. قال لي في المغرب اللي بغى يتشهر اللي بغى يتشهر خصو يمشي بدا يبكي بغى يدخل العاطفه للناس في المغرب وهذه باش يبقاو. هذا ما مشي حل. الحل هو انك خصك تكافح وتبقى تعاود تضرب الباب الى ما هنا تسد عليك الباب كتمشي تضرب واحد الباب اخر. الا ما بغاتك هذه راه غتبغيك واحده اخرى. الا ما خدمك هذا يخدمك واحد اخر راه كي خصك تبرع خصك انت دير قيمه لراسك ما تستناش الناس يديروا قيمه لك. النقطه التشابه ما بين محمد ما بين القصه ديال محمد والقصه ديال مايليد والقصه ديال خديجه هي انه العاطفه هادو كيأثروا على الناس كيحاولوا يأثروا على الناس على العاطفه.